كانت المبادرات الرئاسية اللي بدأت يمكن كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لما أطلق مبادرة أو الحملة الميت يوم صحة، إنه وزارة الصحة والدولة معاك من أول يوم. لما اتنين بيفكروا يتجوزوا مهم إنه الجواز ده يبنى على أسس صحية سليمة، فكانت مبادرة السيد الرئيس للكشف على المقبلين على الزواج عشان نضمن أسرة سليمة، زوج سليم، زوجة سليمة. وزي ما كلنا عارفين إن إحنا مش بنتكلم على إنه سلامة الكشف شرط للجواز، لكن الكشف هو شرط للجواز. إحنا النهاردة بنتكلم على 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 رقم من لما بدأت المبادرة في فبراير تجاوز 700,000 واحد تم الكشف عليهم. كشف يشمل الأمراض الوراثية، يشمل المشورة النفسية، يشمل الصحة الإنجابية، إيه هو السن المناسب للإنجاب، إيه الفترة البينية المناسبة للحمل والحمل الآخر عشان كل واحد في الأسرة ياخد حقه، حق الطفل في إنه يتمتع بحياة صحية سليمة، حق الأم إنها يبقى سنها مناسب، حقها إنها ما تكونش من 50%، لأنه الدراسات بتقول إنه 50% من وفيات الأمهات بتحصل في أمهات انجبوا قبل سن 20. حقها انها ما تكونش واحده من 50 دول. حق الطفل انه ما يكونش من 20%، لانه الدراسات بتقول انه 20% من وفيات الاطفال بتحصل لامهات انجبوا قبل سن 20. حقك كطفل انك ما تبقاش من 20% دول، وحقك كأم انك ما تبقيش من 20% دول. ولما بيحصل الحمل بيبقى برضو وزاره الصحه والدوله معاك في مبادرة السيد الرئيس لصحة الأم والجنين. لما بيحصل الإنجاب بتبقى مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال المبتسرين. وفي المرحلة الأولى أيضا مبادرة السيد الرئيس للكشف عن ضعف السمع في الأطفال، اللي احنا تجاوزنا النهاردة رقم أقرب من 4.2 مليون طفل تم الكشف عليهم. طيب كملنا دخل المدرسة، بقت مبادرة السيد الرئيس للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة. وإحنا ماشيين فيروس سي، سن 18 سنة المرأة، مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر عن صحة المرأة المرتبطة بأورام الثدي. والنهاردة في عندنا مبادرة أيضا رئاسية للكشف المبكر عن الأورام بشكل عام، القولون، الرئة، البروستاتا، عنق الرحم. واحنا ماشيين في السكة كده سن 30 فصاعدا بتيجي مبادرة السيد الرئيس للكشف عن الاعتلال الكلوي. وبيفضل الدولة بتفضل مع المواطن في حقه في الحياة الصحية لحد ما نوصل لمبادرة السيد الرئيس للكشف على كبار السن والمسنين. واحنا ماشيين مفيش حد فينا لا يأمن انه يتعرض لاحتياجه لتدخل جراحي، فكانت مبادرة السيد الرئيس للقضاء على الانتظار غير المبرر قبل إجراء التدخلات الجراحية. اللي النهاردة بنتكلم على أكثر من 1,700,000 تدخل جراحي معقد تم الانتهاء منهم. قوائم الانتظار النهاردة بدل ما كان الناس بتستنى بالسنة والسنة ونص عشان تعمل عملية قسطرة، النهاردة بنتكلم في أسابيع قليلة على الرغم من كل المعوقات اللي موجودة، وعلى الرغم من صعوبة سلاسل الإمداد على المستوى العالمي بسبب الأحداث اللي بيمر بها العالم، ما زالت الدولة تنفق بشكل كبير جدا على الصحة. فإحنا بنتكلم النهاردة على جزء أساسي من منظومة الصحة حصل فيه تطوير كبير جدا، وهو حق المواطن في الصحة. طب وإحنا شغالين مع حق المواطن في الصحة، طب حق المواطن بقى في تلقي العلاج هل التوقف؟ الحقيقة النهاردة عندنا أكتر من 967 مشروع، يعني يقرب من 1000 مشروع من 2014 لحد دلوقتي. صحيح. بتكلفة إجمالية تجاوزت 96 مليار جنيه. صحيح. تقريبا ما فيش محافظة ما فيش فيها يا مستشفى بتتبني جديد يا مستشفى بيتم تطويرها.